في ضحيه جديده لتنقيض الحادث، حادث مرير بني سويف. شايفين المشهد رهيب رهيب يا جماعه، حرام يعني، احنا اللي بيضيع مننا في الاسفلت اكتر من اللي ضاع مننا في كل الحروب. ضحيه جديده للتنمر، طالبه تفقد وعيها بعد حجازه ميلاديها لها في فصل بالسلام. طالبه بسمله برضو بسمله بعد التنمر ببسمله. حدث برضو وقع مؤسفه، قيام عدد من الطالبات باحتجاز زميلتهن للتنمر بها والقيام بافعال خادشه، مما دعا الطالبه لاستعان بوالدها ووالدتها عبر الهاتف ليقوم الوالد بالاسراع للمدرسه ليحاول انقاذ ابنته، ولم يعلم ان تلك الوقائع ستسبب به ادراج الرياح. حاول الاب الدفاع عن ابنته بكل ما اوتي من قوه، ما تسبب في حاله من الهرج والمرج داخل المدرسه وانقاذ الطالبه، لكن الواقع لم تقف عند هذا الحد. بعد انقاذ ابنته اصيب الاب بازمه قلبيه حاده دخل داخل المدرسه، نقل الى مستشفى السلام التخصصي ليفارق الحياه وروحه. تلعن هؤلاء الذين تسببوا في تشريد الاسره باكملها وتحويل مسار طالبه، لم تحل الا بالعيش في سلام. اقول ايه؟ اقول ايه؟ ايه يا جماعه الاخلاق اللي باظت دي؟ يعني مجموعه، هقول ايه؟ بعض الطالبات اللي اخلاقهم مش كويسه يتنمروا بطالبه ويقفلوا عليها الفصل ويحاولوا يتحرشوا بيها، طالبات بتحرشوا بطالبه يا جماعه. والاخر الاب مات بازمه قلبيه. احنا محتاجين ثوره في الاخلاق والله العظيم.